قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قصص وعبر. سوف أنقل لكم بعض القصص من الكتاب أو من السنة أو من كلام أهل العلم أو مما سمعت، والسعيد من اتعظ بغيره. وربما تأتي القصة بعبر ينجو الإنسان فيها من شقاء عظيم ويسعد بها سعادة عظيمة لو اعتبر، كما قال الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولا، أبناؤنا فلذات أكبادنا. قالت عائشة رضي الله عنها: طرقت الباب علي يوما امرأة تسألني، يعني فقيرة تسألني، وكان معها بنتان صغيرتان. اسمع واعتبر. تقول: فبحثت في البيت فلم أجد إلا ثمرة واحدة. بيت من؟ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه من الطعام والزاد إلا ثمرة واحدة. تقول: فأخذت التمرة، يعني كل الزاد، أخذت التمرة وأعطيتها للمرأة، امرأة وبنتان جياع. ماذا تفعل الأم؟ هل تأكل نصفها وتعطي نصفها للبنتين؟ البنتان صغيرتان. تعرف ماذا فعلت الأم لرقتها ورحمتها للبنات وعطفها على بنياتها؟ شقت التمرة نصفين وأعطت بنتا نصفا والأخرى نصفا آخر. عائشة لما رأت المنظر تعجبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام وكأنه يبشر تلك المرأة، قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن. فأحسن إليهن، يعني إلى البنات، كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. اسمع إلى نوح مع ولده. وهذه الأحاديث وهذه العبر أوجهها إلى كل أب يسمعني: إذا لم يكن في قلبك رحمة على أولادك، إذا لم تكن في قلبك رحمة على أولادك، فأين الأبوة وأين الأمومة؟ ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني. مشرك، كافر، عدو الله، لكنها الأبوة. ابنه مهما حصل يبقى أنه ابنه، يريد له النجاة، يريد له السعادة لو في آخر اللحظات. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آخر اللحظات ينظر إلى ابنه، يعلم ما مصيره، ولكن قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بدأت الآن الشفقة والاستغاثة. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج. بين من؟ بين الأبي وابنه. ما الذي حال بينهما؟ ظاهره موج،
لكن حقيقته نار جهنم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. رأى ابنه أمام عينه يغرق، يعلم الآن مصيره، يعلم الآن مصيره أنه إلى النار. هل سكت نوح؟ تبقى الأبوة في القلب، الرحمة، تبقى الرحمة في قلب الأب على ابنه والأم على أبنائها. نادى نوح ربه، بدأت الآن استغاثة لله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، فقط ما زاد عليها، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. من ابتلي بهؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الأقرع ابن حابس رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقبل صبيا صغيرا، أفضل الخلق، إمام الأمة، سيد الأولين والآخرين، يقبل صبيا صغيرا. تعرف ماذا قال؟ قال والله يا رسول الله إن لي عشرة من الولد، ما هو واحد ولا اثنين، لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. انظروا إلى الجفوة كيف تكون. تعود هذا الرجل في بيئة لا يقبلون الأولاد، هناك جفوة بين الأب وابنه. قال له عليه الصلاة والسلام وما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، وما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. إلى الآباء، إلى الأمهات الذين يرون أبناءهم لا يركعون لله ركعة ولا يصومون رمضان وانغمسوا بالشهوات، أين رحمتكم بالأبناء؟ أين عطفكم عليهم؟ أين الشفقة؟ ألا تعلم أيها الأب وألا تعلمين أيتها الأم لو مات الابن على هذه الحال فإن مصيره إلى أين؟ أجب على نفسك بهذا السؤال. ألا تخاف على ابنك حر الشمس؟ ألا تخاف عليه الرسوبة في المدرسة؟ ألا تحزن إذا مرض؟ ألا تسهر على راحته؟ لما لا تحزن إذا نام عن صلاة الفجر؟ ولما لا تصاب بالهم والغم إذا أعرض عن ذكر الله وإذا انغمس في الشهوات؟ وإذا علمت أن ابنك يرتاد بعض الأماكن المنكرة لما لا تحزن؟ ولما لا يصيبك الهم؟ قسوة وأي قسوة. رجل يقول أحد المشايخ أن رجلا أسس بيته أثاثا فاخر، يقول هذا لمن يقسو على أبنائه ولا يرحمهم ولا يعطف عليهم، وإذا سألته قال أربي أبنائي، أين التربية؟ أساس التربية الرحمة والعطف والحنان، أساس تربية الأبناء. هذا الرجل أسس بيته أساسا فاخرا، وفي يوم من الأيام رجع إلى البيت رأى الأثاث كله ممزق، أثاث البيت ممزق. من الذي فعل هذا؟ الأم تخفي، الأم تحاول أن تفعل أن تصد الأب، في النهاية علم أن ابنه الصغير أخذ سكينا ومزق الأثاث كله. يلهو طفل لا يعلم لا يدري، هل يعلم أن هذا الأمر فيه شيء؟ طفل يحب اللهو واللعب، أخذته شدة الغضب وانساق لشيطانه، فأخذ الطفل وأخذ يضربه، ثم ربطه في البيت، ربط رجليه ويديه، والأم تبكي والأم تتوسل وتحاول أن تستنجد بالأب ليفك قيده ووثاقه، ولكن الأب أخذته العزة بالإثم، الغضب سيطر على عقله، الشيطان أعمى بصره. يا أبو فلان، الولد يبكي، الولد يصيح، الولد يحصل له شيء، اتركيه، إن قربت منه والله لا فعلن ولا فعلن. وبعد قليل سقط الولد مغشيا عليه، خاف الأب، فك قيده، ما استيقظ الابن حي لكنه مغمى عليه، حمله بسرعة إلى أين؟ إلى المستشفى. بدأ الأب يشعر أنه قد أخطأ خطأ كبيرا. لما جاء إلى المستشفى أدخل إلى غرفة العناية المركزة والطوارئ، واجتمع الأطباء وهو ينتظر خارج الغرفة، ما الذي حدث؟ ما الذي يجري؟ بعد قليل جاء الطبيب قال له وقع، قال علامة أوقع؟ قال وقع ولا يموت الابن. ماذا وقع؟